من بنالي 27 سنة، يلا خديت ديبلوم ديالي من الانسيجي، مدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، تخصص ديال تسيير الموارد البشرية. هادي واحد 3 شهور مورا ما خديت لو ديبلوم، بديت كندير دي فيديو في فيسبوك. كل مرة كنهضر على واحد الموضوع معين، كنشاركو مع الناس اللي عندي كيتبعوني في البروفيل ديالي في الفيسبوك، ولقيت واحد التجاوب زوين من الناس. كل مرة كيكون واحد الموضوع اللي كيمس المجتمع كنحاول ناخد الرأي ديال الناس فيه، وفي نفس الوقت كندير واحد الملخص على شنو فاهمة أنا من داك الموضوع، ولا شنو التجربة ديالي الشخصية مع داك الموضوع. كان عندي واحد المرحلة ديال الاكتئاب اللي دازت من الوقيتة ديال الليسي حتى الدراسة العليا، وكانت واحد المرحلة اللي صعبة بزاف، لأنه كان عندي واحد الأفكار سلبية بزاف، واحد الأفكار اللي كنت ساخطة على المجتمع، ساخطة على الأوضاع اللي كنعيشوها في المغرب كأي مواطن عادي. ومن بعد جوني نزاعات انتحارية كاع لهالدرجة هادي. صافي مورا ما دازت ديك المرحلة هي اللي نقولو هي اللي كانت أكثر فاعل اللي خلاني تبدلت النظرة ديالي مرة واحدة، لان ركا كملت في ديك الطريق موحاش واش كنت مازال عايشه. كنشوف راسي بلي مازال باغا نزيد عاد في القرايه، واخا خديت داك الدبلوم ديال لو انسيجي، ولكن مازال عندي واحد الرغبه انني نمشي نقرا داكشي اللي كنت انا باغيه، ماشي داكشي اللي النقاط ديالي فرضوا عليا انني ندير. باغا مازال نكمل الدكتوراه ديالي، مازال باغا نبدل كاريمون تخصص، ندخل نقرا على السوسيولوجيا، نقرا على الادب، لان كيعجبني الكتابه الادبيه بزاف. توقف، اريد العوده. لا عودة بعد الآن أيتها الجميل. توقف، أريد العودة. لا عودة بعد الآن، لقد حان وقت الجريمة. سلام أداء شعري باللغة العربية الفصحى، وهدرت فيه على القصة ديال واحد الإنسانة اللي كانت تعرض للاغتصاب. شخصت ديك الشخصية ديال الإنسانة اللي تعرضت للمسألة ديال الاغتصاب، وشنو كتواجه بالنسبة للمجتمع، النظرة ديال المجتمع اللي كتواجهها. وكنشوف ردود الفعل، كاين بعض الناس اللي كيكونوا كيدافعوا على الراي ديالهم بانهم كيعطيو واحد التبرير لديك الجريمه، كيعطيو مبررات لشي حاجه اللي اصلا هي جريمه. راه ما يمكنلكش تعطي فيها مبررات، ما يمكنش تقول لا راه هي الغلط ديالها لان دايره هكا ولا هكا. ما كاينه شي حاجه كتعطي مبرر لشي حاجه اللي سميتها جريمه. تخيل راسك في داك الموقف، انت اللي تعرضتي لذاك المساله، كيفاش غادي تزيد مازال تعيش في حياتك وانت هي كتلقى كلشي كيحطمك؟ يعني بحال كانت البدايه ديال واحد النهايه ديال حياتك، تسلسل ديال المشاكل. علاش خاصك انت ضروري تكون محكوم عليك هذيك العيشه وما تكونش انسان كتمارس الحقوق ديالك كانسان؟ وتلك اليد الغليظه تنتزع اسمي، لازلت اذكر ذلك الجسد الفظ يطبق على انفاسي. ماشي العيب انك انتي تكوني انسانه مغتصبه، العيب هو ان الناس يشوفوا على انه عيب تكون تعرضتي لهذا المشكل. هذا واخا كيكونوا عنده مشاكل كيف ما بغى يكون النوع ديالو، هذا ما كيمنعوش انه يخدم، انه يضرب تماره ويتقاتل على ديك الحاجه اللي باغي يوصلها. ان يكفي ان الانسان يخدم كيف ما بغات تكون الصعوبه ديال داك العمل اللي غادي يدير، انه يخدم ويكمل حتى الاخر، باش كيسالي بانه كيربح واحد الحاجه، واحد الهدف معين كان باغي يوصل له كيحقو، اولا كيخرج بواحد النتيجه معينه. كل واحد وصل لواحد المركز معين، مثلا الناس اللي في الصحافه، الناس اللي في الادب، الناس في الثقافه، الناس اللي في السياسه مثلا، اولا في القانون، هادو الناس اللي خاصهم يديروا واحد المجهود انهم يديروا الاعمال ديالهم والواجبات ديالهم يحقوهم على احسن وجه، وانهم يجيبوا حوايج جداد للبلاد، انهم يدخلوا في داك البروسيسوس ديال التنميه ديال البلاد. ان الناس كاملين كل واحد الى لعب الدور ديالو على اكمل وجه، راه غادي يقدر نوصلوا لواحد التطور. واخا يكونوا عندنا عراقيل، مهم اننا ديجا درنا هذاك الشيء اللي علينا. ايمان علمتني ان الحياه ما تخلقاتش باش تكون سهله، ونهار تلقاها سهله عرف راسك انك في الطريق الغلط. كل واحد فينا مسؤول امام راسه وامام بلاده، باش يخدم
ويوصل لك شي اللي باغي، الطموح والعزيمة مع الحب والإنسانية هما اللي كيخليو الحياة الصعبة حلوة وسهلة.